السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعي قناة فيوتشر كوين؟ اخبار مهمة على عملة تيرا لونا كلاسيك وتحليل مهم للعملة، لازم تنتبه من هاي النقاط كتير بهذا الفيديو. ركز معنا وتابع الفيديو للاخير حتى تعرف اخر مستجدات عملة تيرا لونا كلاسيك. اما مش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط زر اللايك وتشترك بالقناة، فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا نهاية الفيديو اصدقائي لتعرفوا اخر مستجدات عملة تيرا لونا كلاسيك. خلينا اولا نبلش بتحليل العملة. العملة حاليا عم تمشي داخل الكوريدور على فريم اليوم وعلى فريم 4 ساعات. العملة لحد الان ما عم تقفل لا اعلى الترند ولا اسفل الترند. حاليا نحن اصدقائي موجودين اسفل الترند عن منطقة الترند الصاعد، هي منطقة مهمة جدا للاستثمار، وستوب لوز بيكون عند اقفال جمعة يوم اسفل هذا الترند. لازم تحذر اي اقفال، ممكن العملة تروح لمستويات جديدة وقيعان جديدة للعملة، لكن بهاي المناطق هي مناطق ارتداد ممتازة للعملة، ممكن خلال هاي الارتداد ترتفع الى قمة الترند كاقصى او كاقل حد بنسبة 7.5%، واذا صار كسر واغلاق اعلى هذا الترند راح نتوجه مرة تانية لقمة عملة تيرا لونا كلاسيك. ممكن نتوجه مناطق الموفيك ابرج 200 عن منطقة 0.3/18 اللي هي بصير عندي ارتفاع بنسبة 40%. بهاي المناطق ممكن اخرج من صفقة عملة تيرا لونا كلاسيك وادخل صفقة شورت، لكن بهاي المناطق هي مناطق جيدة جدا للاستثمار ان كان مدى بعيد او مدى متوسط. بتقدر تستثمر من عملة تيرا لونا كلاسيك وتخزنها للايام القادمة. عدد قطع عملة تيرا لونا كلاسيك اصدقائي حاليا التوتال سبلاي للعملة هو 6 تريليون و856 مليار قطعة، اللي هي التوتال سبلاي المعروض لتداول 5 تريليون و900 مليار قطعة. الفوليوم اصدقائي عندي انخفاض بالفوليوم بنسبة 41%، والفوليوم اليومي على عملة تيرا لونا كلاسيك من جميع منصات يساوي 46 مليون دولار. الماركت كاب لا يزال 753 مليون دولار وقابل للزيادة. في البول ماركت القادم ممكن نشوف ارتفاع كبير بالماركت كاب، وإذا ارتفع الماركت كاب أقل حد إلى مناطق المليار أو مليار ونص دولار، يعني رح تشوف أنت عملة تيرا لونا كلاسيك عم تعمل 1x. وزيادات المتتالية بالحرق ممكن نشوف فوم كبير على العملة. عندي أخبار مهمة على العملة. الخبر الأول اختراق محفظة تيرا بورت اللي هي منصة الديفاي الخاصة بعملة تيرا لونا كلاسيك، والتي تعمل على حرق عملة تيرا لونا كلاسيك. تم اختراق وسرقة 15 مليون قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك، 5 مليون و500 ألف قطعة من عملة اليو اس تي سي، وعندي تقريبا 9 مليون و500 ألف قطعة من عملة تيرا. طبعا هاي القطع كلها لا تتجاوز قيمة المليون دولار، يعني عدد قطع عملة تيرا لونا كلاسيك 15 مليون قطعة لا تتجاوز سعرهم 200 ألف دولار، وال 5 مليون و500 ألف قطعة من عملة اليو اس تي سي لا تتجاوز كمان 200 ألف دولار، وعندي عملة التيرا يعني ممكن تتجاوز قيمة 200 أو 300 ألف دولار. لكن هذا الاختراق بسيط بالنسبة لشركة تيرا لونا كلاسيك. حاليا عندي عبارة عن اقتراح رقم 11468، وهذا الاقتراح ومحتوى هذا الاقتراح أنه يتم استعادة الأموال المخترقة وتعويض المتضررين من هذا الاقتراق. طبعا تم التصويت، وإلى حد الآن عندي نسبة الموافقة بنسبة 39% والرفض 60%، لكن التصويت لم ينتهي بعد، ممكن يتم رفع نسبة التصويت بنعم ويتم تعويض المستثمرين. الى حد الان التصويت بلا هو الغالب بهذا التقرير او بهذا التصويت. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المعلومات الرقمية. مع السلامه، دمتم بخير.